وللحديث عن المشهد اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والإعلامي اليمني هشام الزيادي. سيد هشام، مرحبا بكم. بداية، كما استمعتم لأخبارنا، المبعوث الأممي يستأنف محادثاته في اليمن بعد شهرين من الانقطاع، لكن هل هناك فرصة لنجاح مهمة جريفيث؟ مرحبا. في حقيقة الأمر يعتمد ذلك على الأوراق الجديدة التي يمتلكها جريفيث، خاصة بعد إعلان مجلس الأمن دعمه وتأكيده ودعمه لجهود المبعوث الأممي، وأيضا مدى ليونة الحوثيين في التعامل مع تنفيذ اتفاق ستوكهولم. نعرف جميعا أن التوقيع على اتفاق ستوكهولم كان في نهاية العام الماضي، وكان من المقرر ألا يمتد أكثر من شهرين، وإذا به يمتد لأكثر من 6 أشهر، ولم يستطع أن يحقق أي تقدم حتى الآن. أتحدث عن المبعوث الأممي، لكن هذه المرة بعد أن حدثت التوترات بين المبعوث الأممي والحكومة اليمنية، يعتقد أنه على الأقل لن يستمر المبعوث الأممي في انحيازه للحوثيين من خلال إبلاغ مجلس الأمن والأمم المتحدة يعني بأخطاء، يعني أو نستطيع أن نقول أنه ليست الحقيقة ما يجري في الحديدة. طيب سيد هشام، ما الضامن لعدم تكرار التجربة ذاتها في تنصل الحوثيين من الاتفاقيات التي وقعت سابقا؟ في الحقيقة يعتمد هذه المرة على المبعوث الأممي، ما الذي يحمله هذه المرة إلى المسؤولين اليمنيين والسعوديين لإقناعهم بأنه يستطيع القيام بالمهام الموكلة إليه من قبل الأمم المتحدة. في الشارع اليمني في حقيقة الأمر أصبح لا يثق بتحركات المبعوث الأممي، خاصة وأنه لم يستطع حتى الآن تنفيذ إجراءات بناء الثقة والمتعلقة بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين، وأيضا عن فك الحصار عن مدينة تعز. طيب لو ننتقل إلى الوضع الميداني، يعني كما وردت في الأخبار، معارك مستمرة في البيضاء وصعدة، وبالتالي اعتراض طائرتين مسيرتين للميليشيات، ما الذي تقرأه من هذا التصعيد من قبل الحوثي مؤخرا؟ لا يمكن فصل تصعيد الحوثيين عن التصعيد الموجود حاليا بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ونعرف جميعا أن لدى الحوثيين علاقة وطيدة بينهم وبين الإيرانيين، وأن استخدامهم مؤخرا وتصعيدهم ضد المملكة العربية السعودية من خلال إرسال الطائرات المسيرة ما هو إلا إحدى تداعيات هذا التصعيد الأمريكي الإيراني. لكن كما كنا نكرر دائما بأنه إن لم يكن التحالف جاد في حربه في اليمن من خلال دعمه الحكومة الشرعية وقوات الجيش هناك، فإنه سيستمر بتلقي هذه الطائرات التي يرسلها الحوثيون كل يوم، والتي تظهر الوقائع بأن الحوثيين في كل مرة يحسنون ويطورون من منظوماتهم سواء الصاروخية أو حتى التقنية الحديثة المتعلقة بالطائرات المسيرة. الصحفي والإعلامي اليمني هشام الزيادي، شكرا جزيلا لكم.